أنا عماد أبو هواش، شقيق الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن طعام منذ 48 يوم والمتواجد حاليا في عيادات ما يسمى سجن الرملي. طبعا هشام تم نقله من سجن من زنازين الإنفرادية في سجن عوفر قبل حوالي 13 يوم بسبب تردي وضعه الصحي إلى عيادة سجن الرملي. آخر معلومة وصلت قبل 7 أيام، هشام كان وضعه الصحي متردي للغاية، أحضره السجنون على كرسي متحرك لم يقدر على الكلام أو على الحركة. ما عرفنا من المحامي أن الزنزانة التي يوجد فيها هشام مليئة بالحشرات ومن الخراصير، لا ترقى وضعها الصحي سيء جدا. نحن نطالب الجهات الدولية بالتدخل لنقل هشام إلى مستشفى مدني بسبب تردي وضعه الصحي. خالد الفسفوس، شقيق الأسير كايد الفسفوس، طبعا كايد مضرب اليوم 82 على التوالي رفضا لسياسة الاعتقال الإداري. كايد اليوم وضع الصحي أصبح خطير للغاية، لا سمح الله في أي لحظة يعني ممكن نسمع خبر سيء يتعلق باستشهاد كايد لا سمح الله أو أحد الأسرى المضربين عن الطعام. إحنا كعائلة بنناشد الكل يتدخل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، خاصة وأنهم الآن يتعرضون للتنكيل من إدارة مصلحة السجون وترفض نقلهم لمستشفيات لمتابعة وضعهم الصحي. الآن على الجميع التحرك قبل فوات الأوان لإنقاذ حياة أسران المضربين عن الطعام. كان وضع سيء من قبل شهر ونص، كيف اليوم يعني الوضع أسوأ وأسوأ، يعني يزداد سوء يزداد خطورة، يعني الوضع لا يحتمل. إحنا عم باله في حالة إعدام، يعني عمالة بتم للأسرى المضربين عن الطعام والكل ينظر، ولا يعني الموضوع إنه ما حدا بتدخل لإنقاذ أرواحهم لحياتهم، وهي باتت يعني أقرب منها للموت منها للحياة، وما هيك يعني لازم يكون في إجراءات على المستوى السياسي والمستوى الرسمي، ولازم هدول يعني أولادنا يفرج عنهم بأسرع وقت، لأنه بطل في يعني مناقشة يعني لوضعهم الصحي، هل هم في حالة يعني في حالة الحياة أو في حالة الموت لا ندري، طالما إنه ما فيش زيارة لا من أهل ولا من محاميين ولا من حقوقيين، وإحنا بنطالب الإفراج عنهم لأنه بدهاش نقاش وبدهاش جدال وبدهاش شرح لوضع واحد مضرب عن الطعام بيرفض يتناول المدعمات، بيرفض انه يعمل فحوصات وبيكتفي بالماء. لو كان الوضع مش انسان في حياته مهدده بالحياه، كيف ما بالك انسان.